تم ابتكار مصطلح الذكاء الاصطناعي عام 1956، ومن هذاك الوقت ليومنا هذا صار كتير شائع ومستخدم بمختلف المجالات بفضل زيادة حجم البيانات والخوارزميات المتقدمة والتحسينات المتتالية بقوة الحوسبة والتخزين. الذكاء الاصطناعي محاولة لتعليم الآلات محاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، وهالشي طبعاً الهدف الرئيسي منه تسهيل حياة البشر ومساعدتهم بمهامهم الكتيرة. يعني أبداً مو مثل ما بتحاول دائماً تصور لنا الأفلام العالمية وروايات الخيال العلمي على أنه هاي الروبوتات رح تقضي على البشرية وتسيطر على الأرض، لأنه ببساطة مهما بلغت قدرات هاي الروبوتات في أشياء كتيرة ما بتقدر تساويها، مثل اتخاذ قرارات أخلاقية. اعتاد الناس أنه يتخذوا قرارات أخلاقية فورية بناء على تحليلهم السريع لمحيطهم والموقف يلي بيشوفوا أنفسهم فيه، ومع هيك ما بتقدر الآلات القيام بهذا الشيء، لأنه الذكاء الاصطناعي بيتخذ القرارات بناء على البيانات يلي تم تغذيته فيها والقواعد يلي تم توجيهه من خلالها. وعلى الرغم أنه الآلات ممكن تمتثل للقانون تماماً، بس ما في شيء بيضمن أنه هذا الذكاء رح يكون عقلاني أو أنه يراعي الجانب الأخلاقي لما يتخذ القرارات المهمة. الاختراع المبني على الإرادة الذاتية. من الناحية العلمية، نما مجتمعنا البشري وتطور الإنسان ببطء عبر ملايين السنين حتى وصلنا للي وصلنا له اليوم. وخلال هالمسيرة الطويلة اخترع البشر كتير من الأشياء بناء على احتياجاتهم، من المحرات وحتى المركبات الفضائية والطائرات. وعلى الرغم من أنه هالآلات مصممة لتقلد البشر، مع هيك ما بيقدروا يبتكروا أي شيء بناء على إرادتهم الخاصة. كل ابتكاراتهم موجهة ومصممة من قبل الإنسان ويلي بيحتاجه. أو مثل ما بنعرف، كتابة البرامج الحاسوبية بتتطلب فهم عميق للعالم الحقيقي وقدرة على تحويل كل التعقيدات لقواعد. وعلى الرغم من تحقيق الكثير من التقدم والمزيد من القوة الحسابية، فالذكاء الاصطناعي ما بيمتلك القدرة على الفهم العميق للعالم الحقيقي بالدرجة يلي بتأهله ليكتب برنامج حاسوبي من دون أي تدخل بشري. هلأ ما بننكر، الذكاء الاصطناعي معروف بقدرته الكبيرة على حل المشكلات وتقديم الإجابات اللي بتعتمد على البيانات، وممكن يستغرق البشر أيام وشهور ليكتشف الحل يلي بيقدمه الذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة خارج نطاق القدرة البشرية. ورغم هيك ما بيقدر الذكاء الاصطناعي حل كتير من الأسئلة المحيرة يلي تعتبر بالنسبة له مهدلة.